أسعد أوقاتكم أعزائي المشاهدين تراجع في درجات الحرارة من المتوقع أن يبدأ من يوم الغد وذروة هذا التراجع راح يكون ابتداء من يوم الجمعة أجواء باردة قادمة مع نشاط للرياح الشمالية الغربية من أن يبدأ يوم الغد الخميس وفرص الغبار المثار راح يستمر ويانا يوم الغد حتى منتصفة لكن بعد ذلك يترسب تدريجيا وتراجع درجات الحرارة قد يشتد في يوم الجمعة والسبت درجات الحرارة قد تتراجع إلى ما دون الصفر المئوي فرص لتشكل الصقيع خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة. اخواننا المزارعين ديروا بالكم خلال الايام القادمه وايضا اصحاب الحلال، تعرف على اجوانا اكثر حاليا الهواء كوس والرياح خفيفه الى معتدله من 25 كيلو متر في الساعه حاليا سرعتها متوقع كحد اقصى تصل الى 32 كيلو متر في الساعه، لكن الرياح ستبدا في نشاطها الملحوظ يوم الغد وراح يكون اتجاهها شمالي غربي، عبور السحب مستمر ويانا، فرص لامطار متفرقه خفيفه قد تكون رعديه بعض الشيء على بعض المناطق، راح تكون موجوده ويانا اليوم على بعض المناطق وتستمر فرصها حتى ساعات الصباح الاولى يوم يوم الغد أو فجر يوم الخميس تحديدا لكن بعد ذلك تتراجع مع بداية تأثير الجبهة الهوائية الباردة المتوقعة بإذن الله يوم الغد درجة الحرارة حاليا 22 درجة مئوية الرطوبة النسبية 70 بليبيا. فعل استمرار الهواء الكوس المتوقع أنه يكون ويانا حتى نهاية هذا اليوم خفيف إلى معتدل بوجه عام الرؤية الأفقية متراجعة بعض الشيء حول الثمانية كيلو متر صور الأقمار الصناعية بين عبور السحب اللي راح يستمر ويانا اليوم لكن من المتوقع أنه يتراجع تدريجيا يوم الغد بعد ودخول الجبهة الهوائية الباردة والرياح الشمالية الغربية واستمرارها راح تساهم في تراجع السحب تدريجيا خلال الأيام القادمة نشاط الرياح راح يكون ملحوظ على الكويت وأيضا على المناطق الشرقية أو الشمالية الشرقية من المملكة العربية السعودية فمرتادين الطرق السريعة خارج المدينة وطرق السفر ديروا بالكم خلال الأيام القادمه حتى نهايه اليوم الرياح راح تكون خفيفه الى معتدل سرعتها كحد اقصى تصل الى 32 كيلو متر في الساعه جنوبيه شرقيه بين الحين والاخر عبور السحب راح يستمر ويانا اجواءنا بارده بوجه عام لكن البروده راح تشتد خلال الايام القادمه والاحساس راح يكون فيها ملحوظ اكثر مع نشاط الرياح درجات الحراره تتراوح ما بين الـ 12 الى الـ 14 درجه مئويه في اغلب المناطق فرص الامطار المتفرقه راح تكون موجوده ويانا قد تكون رعديه بين الحين والاخر البحر راح يكون خفيف الى معتدل من 2 الى 5 قدم لكن ما ننصحكم بنزول البحر لا اليوم ولا باكر ولا عقبه لحين استقرار الاجواء اكثر من حيث سرعه الرياح، عبور السحب راح يستمر واجواءنا راح تكون غائمه جزئيا بعض الشيء مع فرص لامطار من ساعات الصباح الاولى باذن الله، الرياح ستبدا بالتحول تدريجيا الى الشماليه الغربيه، والاجواء راح تكون بارده خاصه مع نشاط الرياح الاحساس بالبروده راح يشتد. درجات الحرارة تتراوح ما بين 13 إلى 17 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء السواحل والجزر تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية البحر راح يبدي يرتفع طبعا الأمواج راح تبدي ترتفع تدريجيا أيضا وراح تكون ما بين الأربعة إلى الثمانية قدم لذلك ما ننصحكم بالبحر سرعة الرياح راح تشتد تدريجيا شمالية غربية من 25 وقد تصل إلى 60 كيلو متر في الساعة وهباتها قد تصل إلى أعلى من ذلك فالرياح الشمال الغربية راح تكون موجودة ومع نشاطها في فرص لغبار مثار خاصه على المناطق الصحراويه والمكشوفه وقد تتاثر مدينه الكويت وبعض المناطق السكنيه بهذا الغبار المثار لكن بعد ذلك راح يترسب تدريجيا لان سرعه الرياح تدريجيا ستبدا بالتراجع مساء طبعا يوم الخميس درجات الحراره بوجه عام تتراوح ما بين 15 الى 18 درجه مئويه في اغلب المناطق لكن هذه راح تكون بدايه التراجع التراجع الملحوظ راح يكون اكبر خلال فتره النهار في الايام القادمه وراح يكون ايضا ملحوظ اكثر في المساء والفترات المتاخره من الليل خلال الأيام القادمة الرياح شمالية غربية نشطة البحر ما ننصح فيه لأنه راح يكون معتدل إلى عالي الموج ارتفاع الأمواج يصل إلى ثمانية قدم حتى مساء يوم الغد الرياح راح تكون شمالية غربية لكن سرعتها راح تبدأ بالتراجع تدريجيا وتكون من ثمانية إلى 32 كيلو متر في الساعة والأجواء الباردة تدريجيا راح تكون ملحوظة خاصة في المناطق الغربية من البلاد درجات الحرارة تتراوح ما بين الثمانية إلى العشر درجات مئوية في أغلب المناطق باستثناء السواحل والجزر تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين العشرة إلى الاثنى عشر 13 عشر درجة مئوية البحر راح يكون خفيف إلى معتدل يعلو بين الحين والآخر لكن من أجل سلامتكم أجلوا أي نشاط بحري البحر راح يكون من فترات الفساد المد الأول بإذن الله راح يكون الساعة تسعة دقيقة صباحا المد الثاني الساعة سبعة وستة وأربعين دقيقة مساء والجزر الأول الساعة ثنتين عشرين دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة واحدة و 48 دقيقة الظهر ما ننصحكم بالبحر أولا راح يكون إلى ثمانية قدم معتدل إلى عالي الموج مساء راح تبدي الأمواج تتراجع تدريجيا لكنها راح تكون طبعا عالية بين الحين والآخر المواقيت بإذن الله أذان الفير راح يكون الساعة 25 دقيقة والشروق الساعة 6 و والمغرب الساعة 5 و دقيقة أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة نشاط الرياح راح يكون موجود ويانا باشر وفرص لغبار مثار بين الحين والآخر خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة وتراجع في درجات الحرارة العظمى ويكون ملحوظ أكثر خلال الأيام القادمة باشر سرعة الرياح من 25 إلى 60 كيلو متر في الساعة وفرص الغبار قائمة وموجودة وقد تتأثر فيها المناطق السكنية أيضا 18 العظمى والصغرى 8 درجات مئوية والإحساس اقل من ذلك. يوم الجمعه باذن الله الاحساس بالبروده يكون ملحوظ اكثر 15 العظمى والصغرى 6 درجات مئويه والرياح شماليه غربيه خفيفه الى معتدله من 10 الى 32 كيلو متر في الساعه، درجات الحراره تدنى اكثر بعد ذلك في يوم السبت خاصه في المساء في فرص لتراجعها الى الصفر المئوي والى ما دون ذلك خاصه في المناطق المكشوفه والمناطق الغربيه الشاليهات طبعا ديروا بالكم المزارع فرص تشكل الصقيع، المخيمات الاجواء بارده وتصل ما دون الصفر ومع الرياح وسرعه الرياح الاحساس بالبروده يكون ملحوظ اكثر 14 العظمى الصغرى 4 درجات مئويه في يوم السبت اجواء صافيه تتراجع السحب بشكل ملحوظ الرياح خفيفه الى معتدله وتستمر حتى يوم الاحد من 10 الى 28 كيلومتر في الساعه 14 العظمى والصغرى ثلاث درجات مئويه يوم الاثنين ايضا اجواءنا بارده 15 العظمى والصغرى اربع درجات مئويه والرياح شماليه غربيه خفيفه الى معتدله من 10 الى 30 كيلومتر في الساعه مع عبور لبعض السحب بين الحين والاخر اعزائي المشاهدين موسم المربعانيه انتهى لكن موسم الشط مستمر ويانا واحنا حاليا في اول فتره من فترات هذا الموسم اللي هي فتره النعايم